نجارات لي الغناير نشكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبيب. صليحة كرناني كاتبة وقاصة من مدينة عنابة، مدينة بونا الجميلة ومدينة بلاد العناب كما سماها المؤرخ ابن خلدون، متحصلة على شهادة ليسانس حقوق عام 1990 من جامعة باجي مختار عنابة، موظفة بدار الثقافة لولاية عنابة أيضا، عضو اتحاد الكتاب عام 1998، عضو مكتب مكلفة بالمواهب عام 2010، عضو مكتب مكلفة بالمواهب عام 2015، رئيس نادي الأدب النسوي لدار الثقافة 2014-2016. بوادر الكتابة عند صليحة كرنانية ظهرت بالمتوسط، تطورت إلى مرحلة الثانوية حيث نشرت بمجلة الثانوية القديس أوغستان خاطرة بعنوان المتشردة التي كان يشرف عليها الأستاذ الفلسطيني محمد قيسي. نلت شهادة البكالوريا عام 1986. بعد ذلك بعد انتقالي إلى الجامعة تواصلت الكتابة عندي وتطورت إلى نشر بالجرائد الوطنية، حيث نشرت بجريدة النهار، جريدة العناب، جريدة المساء، جريدة المجاهد الأسبوعي، جريدة صوت الأحرار، سجلنا في صفحة اليوم شاركت في عدة ملتقيات داخل الوطن وخارج الوطن. داخل الوطن بملتقى الوطني حواء الإبداع بولاية كالما، الأوراق الأدبية بولاية سقهراس، كذلك بولاية سكيكدا. خارج الوطن شاركت في الملتقى الدولي للشعر خيمة علي بن غدام للشعر بتونس الشقيقة. الإصدارات صدر لي أول إصدار كان لي بعنوان الحبق والصبار عام 2007 في إطار الجزائر عاصمة للثقافة العربية. ثاني إصدار كان بعنوان السقوط المشروع، وهو عمل مشترك بيني وبين الروائي والكاتب السعودي الأستاذ حسن الشيخ. الإصدار الثالث يشبه الزهرة أيضا صدر لي عام 2021 عن دار النشر والتوزيع. نصيحتي للمواهب الشابة هو التريد في عملية الكتابة حتى تنضج على مهل، لأن الكتابة عملية ليست عملية متسرعة بالتأكيد، ولكنها تأتي نتيجة تجارب وخبرات كثيرة، والعمل الإبداعي الجيد يتطلب الوقت والاستمرارية والمواظبة. لا أحب المواهب الشابة أن تسقط في بؤرة الغرور والتسرع. نشكي لكم تعذروني.